وكأن المواطن اللبناني كتب عليه أن يدفع الثمن الأكبر للأزمة الحاصلة في بلده بظل غياب تطبيق القوانين التي تحفظ حقه في العيش. حالة من التخبط تسيطر على حركة البيع والشراء في الأسواق، خصوصاً في فترة الأعياد بسبب وفرة العملة الصعبة لدى المغتربين الذين أتوا لزيارة ذويهم. يستمر المصرف المركز بممارسة ألاعيب وحتى لبل شعوذات فيما يتعلق بالتأثير على سعر الصرف الرسمي. التعميم الأخير سبق تعميم آخر بأيار الماضي وكان له وقع كبير على سعر الصرف، ولكن هذه المرة يتبين بأن المصرف المركزي لم يعد قادر على التأثير بشكل ضخم على سعر الصرف. مصرف لبنان حاول ضبط سعر صرف العملة في السوق الموازية بعدما تجاوز سعره 47 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، حيث أصدر قراراً برفع سعر صرف الدولار عبر منصة صيرفة إلى 38 ألف ليرة، مما أدى إلى انخفاضه في السوق الموازية إلى 41 ألف ليرة. عادةً بيمرق أعياد كريسماس رأس السنة، بينزل مثلاً العيال بلش يشتروا تياب لأولادهم، بيشتروا أغراض كادويات بيقدموا لبعض، وهيك للأسف هالسنة كانت أضعف من متوقعين أكثر من هيك. السنة إيش أضعف كيف؟ ما بعرف لوين نحن رايحين هلأ. الأزمة كل ما أنا عم تصعب، وخصوصاً بتدهور العملة اللبنانية. قطاع المحروقات أول المتأثرين بتأرجح سعر الصرف، حيث أوقفت بعض محطات الوقود بيعها بعد خفض أسعارها بناء على جدول وزعته وزارة الطاقة. أما الباعة والتجار في العاصمة اشتكوا من تضرر حركة البيع في متاجرهم بسبب عدم استقرار سعر الدولار، وهذا أدى لارتفاع الأسعار وانخفاض حركة الشراء التي تتزايد عادة في موسم رأس السنة واحتفالات عيد الميلاد بسبب التلاعب في سعر صرف الدولار. شيء طبيعي، كل التجار تأثرت بارتفاع الدولار، عم بيطلع الدولار بينزل الدولار، سعر المنصة مثل عنا البضاعة كلها بتجي من برا، عم تدفع حقها دولار، عم تدفع عليها شحن أكثر، حتى تسعيرة الشحن عم تختلف، الجمرك عم يختلف، هيدا كثير عم بيأثر على التجار كشغل. يجمع المحللون الاقتصاديون أن وضع لبنان المعقد بحاجة لتوافقات واسعة مدخلها انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة قادرة على بدء إصلاحات التي قد تكون الأكثر إلاما. توني مزرعاني، الحدث.